السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة. شوط جديد من المشاورات السياسية في اليمن بين المخاوف والتفاؤل، هذا ما وصف به موقع الموقع بوس المشاورات الخاصة باليمن. وفقا للموقع، فإن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في آخر أيامها تسعى للتوصل إلى حل سلمي في اليمن والدخول في جولة مشاورات قادمة، وهي جولة من المقرر وفق معلومات الموقع أن تستضيفها الأردن برغم عدم توفر أرضية مناسبة للمفاوضات وعدم وجود ضمانات من قبل الحوثيين ورفض الحكومة الشرعية للخارطة الأممية الحالية وانتظارها لخارطة جديدة. يتابع الموقع: تظهر بوضوح محاولات واشنطن استغلال ما تبقى من أيام في فترة إدارتها للبلاد لإغلاق ملف اليمن، حيث ذكر بيان صادر عن خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أن وقف الأعمال العدائية في اليمن سيكون بعد أسبوعين من لقاء وفدي المشاورات في عمان. وفي ذات الموضوع، اهتم موقع يمن مونيتور بالموقف الرسمي لوزارة الخارجية اليمنية وأورد عنواناً في صفحته الرئيسية: وزير الخارجية المخلافي، لا زلنا ننتظر تقديم خارطة جديدة من قبل ولد شيخ. حيث أكد وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي أن حكومته لا تزال تنتظر من المبعوث الأممي خارطة جديدة، وهذه الخارطة مستندة على المرجعيات الثلاث المتفق عليها. ويقول الوزير: تعاطينا إيجابيا مع جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة وقدمنا ردودا مكتوبة على الورقة التي قدمها، وأوضحنا فيها بأنها غير صالحة لأن تكون أساسا للحل أو النقاش، وننتظر منه أن يقدم ورقة جديدة مستندة على المرجعيات الثلاث المتوافق عليها. الكاتب أحمد عتيق يعلق في مقاله المنشور في المصدر أونلاين حول المؤتمر الصحفي الذي عقد في الرياض بحضور وزراء خارجية اللجنة الرباعية، وركز عتيق على موقف وزير الخارجية جون كيري. في المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية بدأ جون كيري مرتبكا ولم يستطع أن يحافظ حتى على ماء وجهه، وذلك حدث بعد أن أنهى وزير خارجية السعودية الإجابة عن سؤال حول قانون جاستا وتدخلات إيران في المنطقة. تلقى كيري هذا الأمر بارتباك وقال: لم أسأل، وأبدى بعض الكلمات المرتبكة، وظهر ذلك في تصنعه أكثر من مرة بغرض لفت الانتباه أو درء الشبهات عن موقفه في فرض خارطة والد الشيخ لصالح الانقلاب وعلى حساب الشرعية بهدف كسب سياسي ينهي به خدماته في الخارجية الأمريكية، وهو ما لم يفز به. وقد ظهر ذلك التواري في كلامه بالمؤتمر الصحفي الذي بيّن عجزه في فرض شروطه التي تبنتها الأمم المتحدة، بل إنه في النهاية تملص منها وقال إنها موضوعة للنقاش، وأحال المشكلة برمتها إلى إدارة ترامب. يبقى أن تمارس الشرعية بالتعاون مع التحالف دورها على الأرض في فرصة إن مرت لن تعوض مرة أخرى، وسيشعر الجميع عند ذلك بالندم. وهذه الفرصة لن تتجاوز الشهر إن لم تستثمر بشكل جدي بعيداً عن التلكؤات، وعملاً من أجل تجاوز العراقيل والعقبات. سيحدث فيها أمر ينعكس إيجاباً على الشعب اليمني، ولن تضيع بذلك جهود الشرعية والتحالف هدراً في استعادة الدولة واليمن من بين مخالب الانقلاب. موقع المصدر أونلاين أورد العديد من العناوين المتعلقة بالتطورات السياسية. بريطانيا: اجتماع الرياض كشف عن رغبة حقيقية للسلام ولا بد من إعادة تفعيل وقف إطلاق النار. وعن مباحثات السلام عنون الموقع أيضا: لقاء تقني للجنة التهدئة والتنسيق مع خبراء أمنيين في عمان. حيث نفى مصدر دبلوماسي بسفارة اليمن في عمان لموقع المصدر أونلاين عقد جولة مباحثات قريبة في العاصمة الأردنية عمان. أوضح المصدر أن من سيأتي إلى الأردن هي لجنة التهدئة والتنسيق، والتي كانت تجتمع في ظهران الجنوب بالسعودية. ورجح المصدر أن يكون ذهاب لجنة التهدئة والتنسيق إلى عمان للقاء خبراء من الأمم المتحدة وتلقي تدريبات واكتساب مهارات حول آلية العمل التي يفترض أن تعمل اللجنة وفقها خلال الفترة المقبلة. نشرت مواقع أخبارية يمنية تقريراً أمنياً جاء فيه أن أماكن الاحتجاز الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي المسلحة بصنعاء شهدت انتحار 6 سجناء ووفاة 32 سجيناً في 15 سجناً رسمياً خلال العام الجاري. واستند موقع الصهاريج إلى ما قال إنه التقرير السنوي للإدارة العامة
للشؤون الداخلية بمصلحة السجون للعام 2016، والذي أفاد أن عدد السجناء بلغ 11,364 سجينا وسجينة، وأن حركة الدخول خلال العام الماضي سجلت 33,529 سجينا وسجينة، فيما بلغت حركة الخروج 31,237 ألف سجينة وسجينة. وأوضح التقرير أن 37 سجينا تمكنوا من الهروب من داخل السجون، أما حالات الإعدام فلم يقر التقرير سوى تنفيذ حكم القصاص على حالتين فقط على مستوى جميع السجون في صنعاء خلال العام الحالي. وشملت الإحصائية الأطفال المرافقين للسجينات وهم الأحدث، حيث بلغ عدد الأحداث 166 حدثا يتبعون 51 سجينة. وقال مسؤول عسكري من داخل السجن المركزي إن أوضاع السجناء في السجن المركزي تشهد كثيرا من الانتهاكات، خاصة الاعتقالات التي تكون خارج نطاق القانون، في إشارة إلى السجناء السياسيين. عن الآلية التي يعمل بها مجلس الأمن تجاه الأزمات العربية وخاصة سوريا، كتب مراد هاشم مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين تحت عنوان كذبة العجز في مجلس الأمن، ويقول الكاتب: بإمكان مجلس الأمن إن أراد أن يستخدم أداة بديلة وضعت في ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة الحالات التي يعجز فيها المجلس بسبب انقسامه عن مواجهة أزمة تهدد الأمن والسلم الدوليين كالأزمة السورية، وهي اللجوء إلى إجراء يسمى الاتحاد من أجل السلام، وفيه تتوحد الغالبية من أعضاء المنظمة كي تمرر قراراً ملزماً من الجمعية العامة للأمم المتحدة مثل إلزامية القرارات الصادرة عن المجلس. كل ما ينبغي عمله من أجل ذلك هو أن يصوت 9 أعضاء من أعضاء مجلس الأمن من أصل 15 عضواً على الدعوة لعقد جلسة استثنائية وطارئة للجمعية العامة، أو دعوة من 97 دولة في الجمعية من أصل 193 كي تعقد الجلسة للاتفاق على إصدار قرار ملزم خارج مجلس الأمن. لماذا لم يتم هذا الأمر خلال 6 أعوام؟ والمأساة السورية تتفاقم وتتدهور، بما في ذلك الاستخدام المتكرر للسلاح الكيميائي. لماذا تواجه جهود قطر والسعودية التي بدأت منذ أشهر في الكواليس من أجل دفع الأمور بهذا الاتجاه بفتور غريب من قبل الجمعية العامة؟ علماً أن القرارات العادية التي اعتمدتها الجمعية العامة سابقاً بشأن سوريا مرت بأغلبية كبيرة. أيضاً خارج الأمم المتحدة كان بإمكان الدول الغربية أحادياً وجماعياً أن تعمل الكثير لمحاسبة سفاح دمشق، أو على الأقل لوقف جرائمه، لكنها لم تفعل، بل تستغل كل فرصة ومناسبة في مجلس الأمن للنواح والشجب وإبداء التعاطف مع الضحايا أمام كاميرات الإعلام وإلقاء اللوم على الفيتو الروسي والصيني المشترك أحياناً. في الفترة الماضية ظلت المياه الإقليمية اليمنية محل انتهاك ومصدر إثراء للغير، حيث تم تركها لسفن صيد عربية وأجنبية لتصطاد فيها دون تراخيص، لكن هذا ما بدأ يتغير. وطبقا لموقع عدن تايم، فقد تمكنت قوات خفر السواحل التابعة لميناء نشطون بمحافظة المهرة من ضبط 4 سفن صيد مصرية اخترقت المياه الإقليمية اليمنية، وقامت بعملية جرف للأسماك على مقربة من سواحل مديرية قشن وفي مواقع عمل الصيد التقليدي بالمديرية. وقالت مصادر في المديرية إن أفراد خفر السواحل في المحافظة سارعوا بضبط السفينة المصرية المخالفة أثناء قيامها بعملية الاصطياد التي وصفتها بالجائرة، مخلفة بذلك أضرارا كبيرة على الصيد التقليدي في سواحل مديرية قشن. وقال الموقع إن عملية ضبط السفن الثلاث سيعقبها اتخاذ إجراءات قانونية رادعة إزاء ما قامت به من مخالفات تمثلت بعدم أو بهدم المراعي التي تتغذى عليها الأسماك وتلويث البيئة وتهجير للأسماك وقتل للبيوض التي تنمي من الثروة السمكية في سواحل المحافظة. من جانبهم طالب الأهالي قيادة السلطة المحلية بالمهرة باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد ما قامت به السفن من مخالفات واستنزاف أو استنزاف للثروة الوطنية ومخزونها السمكي في سواحل المهرة. وقبل قراءة أهم ما ورد في الصحف العربية الصادرة اليوم مشاهدينا، سنذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود.
مجددا نعاود الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وننتقل الى صحيفه العربيه الجديد. ما قاله يان إيغلاند الامين العام للمجلس النرويجي للاجئين الذي يعمل باليمن، قال انه اذا لم ينتهي الصراع وتعالج الازمه الاقتصاديه العميقه فان العام الجديد سيشهد مزيدا من الانزلاق في حفرة من اليأس. وأضاف أن أرقام العام 2016 مروعة، وأن هناك خطرا يتمثل بمزيد من التدهور في عام 2017 ما يؤدي إلى مجاعة تضرب اليمن. تضيف العربي الجديد إن تحضير المجلس النرويجي للاجئين يأتي بعد الكشف عن محتوى وثائق تقول إن أكبر تجار اليمن أوقف إيرادات القمح الجديدة بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها البنك المركزي في العاصمة صنعاء. ويعتبر القمح المكون الرئيسي لليمنيين ويشكل نحو 70% من غذائهم. كما تتابع الصحيفة، شهد العام 2016 دمارا واسع النطاق واستمرارا لتدهور شمل كل القطاعات الاقتصادية والخدمية، مع عدم قدرة 14 مليون يمني على تدبير واجباتهم الغذائية أو تدبير الوجبات الغذائية. أما مشاهدينا، بالانتقال إلى صحيفة الخليج الإماراتية التي عنونت ترتيبات لفتح مقر وزارتي الدفاع والداخلية في عدن، تقول في التفاصيل: ناقش رئيس الحكومة اليمنية بمدينة عدن مع مسؤولين أمنيين وعسكريين ترتيبات لفتح مقر وزارتي الدفاع والداخلية في المدينة، حيث ناقشوا عددا من القضايا الأمنية والعسكرية في عدن وأيضا في المحافظات المحررة، خاصة فيما يتعلق بالترتيبات لفتح مقر وزارتي الدفاع والداخلية. كما استمع رئيس الوزراء بن دغر إلى تقرير من نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية حول نتائج التحقيقات الأولية عن العملية الإجرامية التي استهدفت معسكر الصولبان، وعن الاحتياطات الأمنية التي اتخذتها وزارة الداخلية لمنع حدوث مثل هذه العمليات. سياسيا، صحيفة الاتحاد الإماراتية تقول نقلا عن وزير دولة الإمارات لشؤون الخارجية أنور قرقاش، يقول إن الحل السياسي ضمن إطار المرجعيات الإقليمية والدولية ممكن. جاء ذلك بعد أن شارك في اجتماع اللجنة الرباعية الذي ضم وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وأيضا نظيره الأمريكي جون كيري ووزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توبياس إيلود، حيث أدخلت اللجنة الرباعية تعديلات طفيفة على خارطة الطريق الأممية بحيث تمثل الخطوط العريضة لاتفاق شامل سيتم الاتفاق على تفاصيله، يعني سيتم الاتفاق على التفاصيل من خلال هذه المفاوضات التي ستقرر. الحرب البديل العملي عن الحرية، تحت هذا العنوان كتب المغربي عبد الحميد أجماهيري مقاله المنشور في العربي الجديد، ويقول الكاتب: تركت الحرية مكانها للجيوستراتيجية لتحسم الحرب في سوريا، وما كان مظاهرة في ظهيرة يوم حرية أصبح حربا دولية لم تعلن بعد عن أسمائها كلها ولا خارطتها النهائية، ولم تسمح للشعوب بعد بأن تعد موتاها وتنتقل من الذهول إلى الحقد الوطني. ما زال في مقدور الحرب أن توسع من المقابر وتزيد في طوابق الذاهبين إلى النهاية بمساعدة الترسانة الجديدة للحروب، قبل أن يتساوى المشاركون في الشطرنج الشرق أوسطي في قراءة النتيجة وترتيب المغانم. وسيكون على وعود الحرية أن تعيد تعريف اسمها، أكانت الشعوب تخرج من مغارة التاريخ الاستبدادي أم كانت تستعد للعودة إليها؟ سيظل السؤال معلقا، وإلى حين تنضج الكارثة لتقديم الجواب نلاحظ باندهاش مأساوي أنه ما كان من الممكن أن يزين ضفائر مراهقة حلبية وردة أو بروشنج صار برنامج عمل للقوى التي ينتابها جنون التاريخ الشرقي وتعود إلى أصل الإمبراطوريات على خطى رتل طويل من المجنزرات والجنائز. لا فرق بين العبارتين هنا. ينسى الغرب بسرعة تفوق النسيان المشرقي أيام الحرية وأيام التظاهر من أجلها، ويفكر بالتوازن بين القوى التي تهيمن على جدول أعمال الحرب. كان أخطر ما وقع في الحروب التي دارت في الشرق الأوسط أن عادت أحلام الحرية كتوزيع السلطات والمراقبة الشعبية ومشاركة الشعوب في صناعة مستقبلها أسماء مستعارة لشيء آخر يعرفه العسكريون وحدهم، المؤامرة على البلاد باسم أجمل ما قد يكون فيها، أي حلم شبابها بالسعادة ضمن وطن موحد ونظام ديمقراطي
ودولة قوية لا تخاف شعوبها. في الشأن العربي نذهب لمتابعة ما يجري في حلب، حيث تقول صحيفة الحياة إن آلاف السكان خرجوا من آخر جيب تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، ما شكل بارقة أمل للمدنيين الذين ما زالوا محاصرين، وكان بينهم عشرات الأطفال الأيتام الذين نقلوا من شرق حلب إلى ريفها الغربي. وقال متطوعون إن حالة المهاجرين مريعة بسبب الحصار الذي تعرضوا له وبقائهم في العراء لأيام. كما تضيف الصحيفة بين الأطفال الذين تم إجلاؤهم، يعني تقول الصحيفة أنه من بين الأطفال الذين تم إجلاؤهم الطفلة بانا العابد التي أصبحت نجمة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما وثقت بتغريداتها يوميات الحرب في ظل الحصار، ومن المرجح نقلها إلى مخيم للنازحين في محافظة أدلب. من بين الأخبار المتداولة على نطاق واسع ما جاء في صحيفة القدس العربي والتي عنونت المواصلات مجانا للسياح في سويسرا. تقول في التفاصيل: اعتبارا من العام الجديد 2017 سيتمكن راغبو قضاء العطلات من التجول في أنحاء إقليم تيشيانو السويسري الناطق بالإيطالية دون مقابل، وذلك عن طريق بطاقة تنقل شاملة تسمح هذه البطاقة باستخدام جميع المواصلات العامة مجانا، وستتاح التذاكر عند وصول الزوار إلى الفنادق ومواقع التخييم، كما تمنح التذكرة خصوصا للسياح عند الدخول إلى 31 من معالم الجذب السياحي في الإقليم. في خبر آخر ورد في ذات الصحيفة، هذا الخبر يعتبر خبر ظريف، حيث عنونت صحيفة القدس: موظفو الخطوط الباكستانية يذبحون خروفا لتجنيبهم تحطم الطائرات، حيث ذكرت تقارير صحفية أن العاملين بشركة الخطوط الجوية الباكستانية قاموا بذبح خروف أسود من أجل إبعاد الفال السيء عن الطائرة ATR-42 قبل أن تعود للخدمة. وقد انتشرت صورة للعاملين بثها التلفزيون ونشرتها الصحف المحلية، وثقت العمال وهم يذبحون الخروف بالقرب من الطائرة. هل مات ضمير العرب؟ تحت هذا العنوان كتب سيار الجميل مقاله المنشور في العربي الجديد، متابعا حالة الصمت العربي الكبير تجاه ما يحدث في بعض الدول التي تتذوق مرارات الدكتاتورية. سؤال بسيط أطرحه على كل الناس بعد أن اختلف الناس بغيرهم في هذا الزمن الكسيح، سؤال كان من الصعوبة قوله قبل 50 سنة إذ لا جواب عليه وقت ذاك، أما اليوم فمن السهولة أن يطرح على الناس ولكن من الصعوبة أن يجدوا أجوبة عليه. الناس الأبرياء يسقطون، الأطفال يسحقهم الكونكريت المسلح، الرؤوس تقطع، الأجساد تعذب حتى الموت، النسوة تشرد. الموت المجاني يعرض بصوره المؤلمة على شاشات فضائيات كل العالم، والأخبار تنقل الحقائق على الأرض لحظة بأخرى، والكل يدرك أن مدنا عربية عريقة تسحق سحقا، وأن الهاربين من النار والفارين من جحيم ما يلقى عليهم من حمم السماء هم بالملايين، والصمت مطبق، الكل لذ بالسكوت، وكأن لا جرائم ترتكب بحق أخوة وأخوات، نسوة ورجال، أطفال أبرياء، وبحق شيوخ كبار السن. زعامات العرب ساكتة وكأن شيئا لم يحدث، ولا أريد لها أن تندد ببيانات ومؤتمرات وإدانات وتصريحات إذ لم تعد تنفع أبدا. ولكن أسأل: أين صيحات المجتمع العربي الكبير؟ أين الشارع العربي؟ أين القوى والأحزاب العربية؟ أين المنظمات؟ أين النقابات؟ أين التجمعات؟ أين طلبة الجامعات؟ أين حشود الجماهير العربية المليونية كتلك التي خرجت تريد زعيما مهزوما أن يرجع، أو التي خرجت بالملايين تبكي رحيل العندليب الأسمر، أو تلك التي خرجت تولول على هزيمة النكراء، أو طافت بالشوارع مهتاجة غاضبة تحيي هذا أو ذاك من صغار الضباط الانقلابيين المجانين؟ مآسي العرب وما يمرون به من محن تحولت إلى دموع يلقيها المتعاطفون في شوارعهم، ثم يمضون لاستكمال حياتهم بعيدا عن الأوجاع الكبيرة التي كان آخرها ما حل في مدينة حلب السورية، والتي جلبت تعاطفا كبيرا لكنه تعاطف لا يشفي الجروح. القصة المصورة تتنقل من الميدان أو تنتقل من الميدان إلى الوجوه، وقد وردت في صحيفة الشرق الأوسط.
إذن مشاهدينا وصلنا إلى الختام، سنشاهد الآن مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية، وإلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى أترككم في رعاية الله.